بس فان شاء الله. في ناس بتحب تسمع منها يعني، يعني دايما بيبقى في اشخاص محل ثقه، ممكن يكونوا جوه النادي، ممكن يبقوا يعني علاقات شخصيه بتربطك بيهم، هو اللي بيديك التقييم الصح، هو اللي بيديك المشوره الصح. في حد بالنسبه لمحمد فخري يعني هو مش جوه النادي، بس انا ممكن اتكلم على مثلا على بابايا. فبابايا بيلعب يعني، كان بيلعب قبل كده في الاتحاد السكندري زمان جدا، بس هو ما كملش كوره، بس هو بيفهم كوره جدا. أي. يعني هو ساعات دلوقتي بيقول لي على حاجات في مدربين لسه بيقولوا لي عليها، فما اجي احكي لبابا بيقول لي يا ابني انا قلت لك من 10 سنين الكلام ده. فطبعا ليه الفضل بعد ربنا ان انا اكون موجود مع حضرتك، ان انا اكون موجود الناس تعرفني كمحمد فخري، ان انا اكون شخص دلوقتي كويس الناس كلها. يعني في اطفال صغيرين ممكن يكونوا واخديني قدوه دلوقتي ليهم، لان انا لسه بلعب في النادي الاهلي. فربنا يسهل ان شاء الله واقدر يعني ارد له شويه من الجمال اللي هو عملها لي باذن الله. ان شاء الله باذن الله تكون مصدر فخر بالنسبه له. ما فيش اجمل منه انه اب يشوف حلمه بيتحقق في ابنه، وان شاء الله باذن الله تكون قد الحلم ده يا محمد. وانت لسه صغير عندك حلم اكيد بالتاكيد زي كل الشباب في مصر النهارده، خصوصا بعد نماذج كتير ناجحه، انك تحترف، ولا شايف ان الخطوه دي متاجله شويه؟ هو الخطوه دي متاجله شويه، ان انا عايز الاول احقق بطولات مع النادي الاهلي، ان انا ان شاء الله الدوري والكاس وسوبر افريقي وسوبر مصري ودوري ابطال افريقيا طبعا. وبعد كده ان شاء الله يعني اما النادي الاهلي ما يكونش محتاجني انا ان شاء الله احترف باذن الله يعني.